إن شاء الله in this video we'll continue solving question on lesson on chapter 2 scalar and vector quantities using المعاصر book in physics for second round. هنبدأ بسم الله المعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بيقول لي هنا the magnitude of displacement of a body moving along the circumference of a circle when it completes 1 over 4 of revolution is the space to magnitude of the displacement when it complete 3 over 4. طيب فانا عايز اعرف ال displacement في ال 4 circumference وفي 3 over 4 من ال revolution. فهجيب ديت، هجيب ال 1 over 4 وهجيب ال 3 over 4 وهشوفهم هما قد ايه بالنسبه لبعض. هو زي ما بيقول لي مثلا عايز دي بالنسبه لدي تعتبر قد ايه. هنعمل اول خلال 1 over 4 وبعد كده هنعمل خلال 3 over 4. دي 1 over 4 ودي 3 over 4 ماشي. طيب في ال 1 over 4 مثلا هنقسمها كده ل 4 points 4 parties وكذلك هنا 4 parties ماشي. نفترض ان هو ال starting point بتاعته كانت من هنا وليكن، فال starting point كانت بتاعته من هنا في 1 over 4 يعني اتحرك دي بس، ما احنا بنقسمها لاربع حاجات كل واحده بايه بكوارتر. طيب وبالتالي الديسبيسمنت هي دي. طيب علشان نحسب الديسبيسمنت دي لازم يكون معايا ده ويكون معايا ده. طب نشوف هما بكام، دي ار ودي ار اي واحده فيهم. يبقى the magnitude of displacement along a circumference of a circle when it completes 1 over 4 its revolution. هو مش مديني الار، مش مديني الار. طيب ماشي، لو افترضنا احنا ان وليكن مثلا الار هنا ايكوال مثلا 1 والار هنا ايكوال 1 ماشي كده، وبما ان هو في نفس السيركمفيرنس في نفس السيركل اللي بيدور فيها ولكن واحده 1 اوفر 4 واحده 3 اوفر 4، فدي مثلا في 3 اوفر 4 هتبقى مثلا ماشي كده، وبالتالي ادي 1 كده كوارتر كده هاف كده 3 اوفر 4 اللي هي دي. فبرضو علشان نحسب ده لازم يبقى معايا الار هنا والار هنا اللي هي نفترض ان هي ب1 وهنا ب1 لان انا افترضت دي وهو ده نفس ده، بس ده 1 اوفر 4 وده 3 اوفر 4. فلو لاحظنا السيركمفيرنس هنا مثلا او قصدي الديسبيسمنت هنجيبها من الريليشن دي اللي هي ار سكويرد بلس ار سكوير يعني 1 سكوير بلس 1 سكوير. كذلك هنا هنجيبها من ده اللي هي ده وده اللي برضو 1 سكويرد بلس 1 سكويرد، وبالتالي السيركمفيرنس في حاله ال 1 اوفر 4 هو نفسه السيركمفيرنس في حاله الايه 3 اوفر 4، وبالتالي مالهم بالنسبه لبعض هيبقى ايكوالز. فهمتوا كده الفكره؟ طيب هو امتى يكون السيركمفيرنس مثلا في واحده او الديسبيسمنت في واحده الهاف بتاع الديسبيسمنت في الثانيه؟ لو مثلا واحد مشي مفيش واحده فيها هاف، تصدقوا يعني مثلا او ممكن اقول ما فيش واحدة فيها هاف. يعني احنا نفترض هو لو مشي كده لو مشي كده عرفنا هنجيبها ازاي. طيب لو مشي هاف فيبقى الديسبيسمنت هي دي، فالديسبيسمنت هنا هيكوال 2R. يعني لو مشي الهاف بتاعت الريفوليوشن فالديسبيسمنت بتاعتها هتبقى 2R، لو مشي ال 3 اوفر 4 فالديسبيسمنت بتاعتها هي نفسها بتاعت الايه ال 1 اوفر 4. طب لو مشي كومبليت ريفوليوشن هتبقى الديسبيسمنت بتاعتها بزيرو. يبقى كده قلنا الاربع حالات، مفهوم كده؟ طيب بعد كده بيقول لي an object moves along a circumference of a circle of a radius r، الراديوس بتاعتها r وادي r. The ratio between the distance covered by it and the magnitude of its displacement during 1 over 2 of a revolution. هو عايز الديسبيسمنت خلال، هو عايز الريش بينهم، يعني بعد ما نجيبهم هنقسمهم على بعض نعمل لهم ديفايد ماشي. فكده احنا نجيب له الاول هو عايز الريش بتوين الديستانس خلال هاف من الريفوليوشن ماشي كده، وعايز الديسبيسمنت خلال برضه الهاف من الريفوليوشن. فالاول نجيب له الديستانس خلال الهاف من الريفوليوشن. هو الديستانس خلال الهاف من الريفوليوشن ليه له ثابت اللي هو 1 اوفر 2 في ملتبلاي 2 باي ار ماشي كده. فادي 1 اوفر 2 ملتبلاي 2 في باي اللي هي هنحطها زي ما هي لان هو هتلاقوه حاططها في الريزلتس كلها باي زي ما هي. في الار اللي هو قال لي ان ال في راديوس ار، في الار اللي هي دي
ماشي كده، هو قال لي ان الراديوس بتاعتها ار، ما ادانيش ليها فاليو. طيب فاختصر دول، هتبقى دي كده مع دي، فتديني في الاخر يعني الديستنس خلال الهاف، الديستنس خلال الهاف طلعت بايه؟ طلعت بباي ار. طيب طب الديسبليسمنت خلال الهاف ريفوليوشن، الديسبليسمنت خلال الهاف ريفوليوشن لسه قايل لكم عليه. مثلا نفترض ان هنا ونقسمناها فور بارتس مثلا كده A B C D، ولو نفترض مثلا انه بدأ الموشن من A، وبالتالي ادي كده كوارتر كده هاف صح، وبالتالي الديسبليسمنت هي ستريت لاين فروم ستارتنج بوينت تو اندنج بوينت، يعني دي هو بدأ من هنا وانتهى هنا. طب دي قد ايه؟ ما دي بالظبط قد ال قد ال 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 2 ار، قد 2 من الراديوس، لان الراديوس هو قال لي ار ودي ار ماشي كده، وبالتالي الديسبليسمنت ايكوال ايه؟ ايكوال 2 ار. طيب هو عايز الريشيو بتوين ايه؟ بتوين ايه بقى؟ the ratio between distance and the magnitude of displacement، يعني ال distance فوق الأول. لما يقول لي ratio يبقى في fraction هيتحط بالشكل ده كده، فعايز ال distance الأول فوق وعايز تحت ال ايه؟ ال displacement، ف r هتروح مع r يديني باي اوفر 2، مفهوم كده؟ يبقى باي اوفر 2 اللي هي دي. طيب يبقى لما يقول لي ratio استفاد ان هي fraction، لما يقول لي displacement through half revolution so the displacement will be the straight line connecting the starting point and the ending point، اللي هو ده اللي هي equal to r في الاخر. طيب an object moves along the circumference of a circle برضو of diameter 4 meter، diameter 4 meter، diameter هي ال 2 r، يعني ال 2 r equal 4 متر، وبالتالي الار equal 2 متر على طول علشان ايه؟ لوزنها. then the cover the distance and the magnitude of displacement when the body complete one revolution. طيب هو عايز ال distance وعايز ال displacement، فنقول ال distance الاول، ال distance هو قال لي complete revolution، ف complete revolution ليها اللو بتاعتها اللي هو 2 باي ار على طول، ده في ال complete revolution بالنسبة لل distance، فهنقول 2 multiply by اللي هي هنا هنحطها عايزينها رقم، فهنحطها 22 over 7 or اللي هو قال لي الار بتاعتها بكام؟ ب 2 متر، يعني مش بفور، لا مش بفور، الفور دي الدايمتر، انا عايز الايه؟ ال بسم الله الراديوس. طيب يبقى دي 4 multiply 22 over 7، يعني كاني بقول 4 multiply 22 over 7 دي 88 over 7. لحظة بقى اجيب الكالكوليتر. طيب انا مضطر اكمل في الصوت ده. ماشي، هيبقى 88 over 7 هتديني 12.571 ايا كان، يعني ادي في 57 او المفروض 75 ماشي، دي 75 ودي 57، المهم هي كده هتبقى دي ماشي. بس احنا نكمل عادي، هو قلنا الديستنس، طب الديسبليسمنت، ما خلاص بقى الديسبليسمنت خلال 1 ريفوليوشن هتطلع بايه؟ بزيرو. اذا هما ايه الانسر؟ هيبقى بي. طيب انا عرفت ان حتى لو قال لي مثلا 2 ريفوليوشنز 3 ريفوليوشنز، فهتبقى الديسبليسمنت برضو ايكوال ايه؟ ايكوال زيرو. طيب 1.75 ريفوليوشن، طيب علشان نجيب 1.75 ريفوليوشن انا خدت بالنسبة لي ال 1 ريفوليوشن. طب 1.75 ما اللي يخلينا خلال مثلا هاف ريفوليوشن نعملها كده، وكوارتر ريفوليوشن نعملها كده بالشكل ده، اذا دي حاجة ثابتة صح؟ يبقى 1.75 ريفوليوشن هتبقى 1.75 في 2 باي ار، فهمتوا كده؟ يعني كده 2 والار عندي ايكوال 2. طيب even through 1.75 revolution هتبقى دي ال distance تطلع ب 22. طيب يعني distance ب 22 يبقى هتبقى اما دي اما دي. طيب بعد كده هو عايز ال displacement خلال 1.75 revolution، وهي سهلة برضو هنحسبها. بصوا كده خلينا نعدها ماشي كده،
نقول الاول ان خلال 1 ريفوليوشن لما يروح كده ويجي كده بايه بزيرو، ماشي كده؟ طيب باقي لي ايه 75 من الريفوليوشن اللي هي 3 اوفر 4، نبقى فاهمين اللي هي 75 من 75 0.75 من الريفوليوشن اللي هي 3 اوفر 4 من الايه من الريفوليوشن. طيب فنتعامل، احنا خلاص خلصنا في ال 1 ب 0، نتعامل 0.75 يبقى ادي كده كوارتر هاف 0.75 هتبقى هي دي، ماشي كده؟ يبقى الديسبليسمنت خلال، بص بقى، خلال مثلا 75 من الريفوليوشن هي نفسها خلال 1.75 من الريفوليوشن هي نفسها خلال 2.75 من الريفوليوشن. المهم طيب هو الراديوس عايزين نعرف بكام، هو قال لي الراديوس عندي بكام؟ ب2 صح؟ هي دي البروبلم اللي الراديوس فيها ب2، يبقى ادي ب2 وادي ب2. عشان احسب الديسبليسمنت يبقى الديسبليسمنت ايكوال 2 سكويرد بلس 2 سكويرد، تديني كأني بقول يعني 4، يعني 4 بلس 4 كده، ماشي؟ اللي هي طيب اللي هي هتبقى دي. طب انا اعرفها منين؟ ممكن نعمل كده، يعني ممكن نعمل كده سكوير روت تطلع ماشي 2.82، اللي هي نفسها لو شفنا الرقم ده اللي هو 2 multiplied square root ل 2 بيطلع بنفس الايه نفس النمبر. فهمنا الفكره؟ يبقى انا ابقى فاهم حاجه، ان سواء قال لي مثلا يبقى ان كل حاجه زي بعض، يعني مثلا قال لي مثلا خلال هاف ريفوليوشن هي نفسها خلال 1 بوينت هاف هي نفسها خلال 2 بوينت هاف، لان ال 1 وال 2 الكومبليت بتاعتهم بزيرو، الديسبليسمنت الكومبليت ديسبليسمنت بتاعتهم بايه بزيرو. انا هنا ده كله بتكلم عن الديسبليسمنت، ماشي كده؟ احنا عرفنا ان الديستنس خلاص ليها نظام تاني. طيب يبقى تطلع بايه؟ بدي. طيب بيقول لي in the opposite diagram a person has moved from point A to point B أو to point E، ماشي كده؟ passing by point B and C، يعني هو ده الباث بتاعه يعني، ماشي كده؟ and D، عدى على دول كلهم، ماشي؟ ادي A B C D E. طيب the displacement of the person equal، ال displacement قلنا هو بدأ هنا، هو بيقول لي اتحرك من moving from point A to point E، وبالتالي الديسبليسمنت فين ال starting point اهي، فين ال ending point اهي. يبقى الديسبليسمنت is a straight line passing by or the straight line from starting point to ending point، اللي هو دي الديسبليسمنت. طب انا احسبها ازاي؟ اعتبر ان دول 2 triangles بالشكل ده كده، 2 triangles، واحد كده صغير واحد تاني زيه كده اهو، ماشي؟ وبعدين بعد ما اجيب دي ودي اجمعهم مع بعض، دول تو تريانجلز اهم، واحد اهو في 40 وادي التاني 60 و60. طيب نحسبها ازاي؟ دي عادي كده اهي سكوير روت 40 سكوير بلس 40 سكوير، انا بحسب ايه من فيثاغورس، لان دي انا لما يبقى عندي ده وده وعايز ده يبقى بجيبها من فيثاغورس، ودي 60 سكوير بلس 60 سكوير، ماشي كده؟ نطلع ده وده ونجمعهم مع بعض، لما هنطلع دي كده بالشكل ده ودي بالشكل ده هنجمعهم مع بعض وهتطلع 141.42. طيب انا مش عارف بقى ال 100 هي انهي واحده فيهم، فهنعملها هجرب كل واحده من دول اشوف مين اللي هتديني 141 بلس او 0.42، ماشي؟ طيب يعني هنجرب دي، هي طلعت الأولى على طول اهي، ماشي كده؟ نجرب برضو التانية مثلا كده، طبعا خلاص ماشي كده هتطلع 56.56 برضو. طيب في الدايركشن بتاع اي اي ولا الدايركشن بتاع اي اي؟ طب وانا عندي دي الستارتنج بوينت ودي الاندنج بوينت، فهتبقى في الدايركشن كده من ايه رايحة على ايه؟ على ايه. طيب بعد كده the distance covered by the person equal، ال distance هي ايه؟ ال distance هي each step he move، يعني ال 60 plus 60 plus 40 plus 40 فدي تديني 120 plus 80 تديني ايه 200، يبقى عندي الايه اللي هي 200، ماشي كده؟ طيب the opposite graph represents the relation between the displacement، تاني the opposite graph represents the relation between the displacement d and the distance s. هنا قال لي distance is covered by a body which is moving
in a circular path. So the radius of the circular path equal. هو عايز ال r. ركزوا في دي، هي مسألة مش صعبة ولا حاجة. طيب هو هنا مديني ال distance on the y axis و ال s over the a x axis. طيب أنا مش عارف، مش مديني أي حاجة في ال displacement خالص، لكن مثلا على سبيل المثال مديني ال pi over 2، مش مديني ال value بتاعتها لل displacement. ال pi في ال distance مش مديني برضو ال value. ال 3 باي اوفر 2 مش مديني الفاليو، لكن شوفوا كده في دي ال 2 باي مديني الفاليو بتاعتها. انا بعمل ايه؟ انا بطلع لغايه الرسمه واروح اشوف الديسبيسمنت بكام. هنا ال 2 باي مش في حاجه نطلع منها، فهندلنا نمشي لغايه ما نوصل لان الديسبيسمنت هنا هي دي الفاليو بتاعتها، اللي هي بكام؟ اللي هي بزيرو. يعني طالما هي هنا واقفه هنا تبقى بزيرو. اللي استفدته من ده كله ان، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ان الديسبيسمنت عند البوينت دي الديسبيسمنت ايكوال 0 والديستانس ايكوال ايه؟ 2 باي. طب هي ايه الحاله لما يكون عندي، هو بيقول لي ان هي بتتحرك في سيركيولار باس، يعني بتتحرك على ده. طب ايه الحاله اللي بتكون فيها الديسبيسمنت بتاعتها بزيرو؟ الحاله اللي بتكون فيها الديسبيسمنت بزيرو لما بيكون عمل كومبليت ريفوليوشن. معنى كده ان دي الديستانس بتاعت الكومبليت ريفوليوشن، هو ده اللي انا عايز اوصل له. تاني انا الفاليو الوحيده اللي ليها ديسبيسمنت على الجراف ده هي الفاليو دي. طب الديسبيسمنت بتاعتها بكام؟ بزيرو. طيب جبنا الديسبيسمنت بزيرو والديستانس ب 2 باي. اذا هو امتى بيكون الديسبيسمنت بزيرو؟ عند الكومبليت ايه؟ ريفوليوشن. اذا الديستانس 2 باي دي هي الديستانس بتاعت كومبليت ريفوليوشن. طيب هو انا اللوب بتاع الديستانس بتاعت الكومبليت ريفوليوشن ايكوال ايه؟ انا دلوقتي عارف ان دي الديستانس بتاعت الكومبليت ريفوليوشن، فانا عندي اللوب بتاع الكومبليت ريفوليوشن اللي هو ال 2 باي ار، ماشي كده؟ وهو قال ان الديستانس بتاعت الكومبليت ريفوليوشن ب 2 باي، فدي هتروح مع دي تديني ان الار ايكوال ايه؟ ايكوال اللي هنا. طب اللي هنا كام؟ اللي هنا 1 كده، ما طالما دي راحت مع دي فاللي باقي هنا ايه؟ 1. يبقى الايه الراديوس بتاعتها بكام اللي انا عايزها؟ ب 1. فالبروبلم دي جميله جدا من فكره ان انتوا تشوفوا هو الديستانس بكام، طب اللي قدامها الديسبيسمنت بكام، طب دول بتوع ايه؟ يعني مثلا لما تكون الديسبيسمنت بزيرو ده كومبليت ريفوليوشن. طب انا كده معايا الديستانس بتاعت الكومبليت ريفوليوشن وعايز الار، فاساوي اللوب اصلا بتاع الديستانس بتاعت الكومبليت ريفوليوشن بالفاليو اللي عندي بتاعت الكومبليت ريفوليوشن، اساويهم ببعض، ماشي كده؟ القانون بالقيمه بتاعتها، واطلع الار. بعد كده بيقول لي a body moves along the wall of the garden، على برضو عادي كأنها بروبلم عادية، على برضو ايه circular path او circumference of a circle shown in the opposite figure which has a uniform circular shape if the distance moved by the body from the first gate to the second gate. من ال first gate لل second gate بيقول لي ان ال distance دي ب 44 ال distance. طيب ما هو من الفيرست جيت للسكند جيت اذا ديت 1 اوفر 4 كوارتر من السيركمفيرنس، صح كده؟ فنكتب كده ان هو اتحرك كوارتر، فالكوارتر بتاعت الديستانس بتتحسب من انهي لو؟ بتتحسب من ده كده. وهو قال لي ان ده، هو قال لي من الفيرست للسكند دي الديستانس بتاعتها 44. طب ما من الفيرست للسكند انا قلت هي كده بكوارتر من السيركمفيرنس، وده اللو بتاعها. طيب بكام؟ ب 44. ايه المطلوب بقى؟ then the shortest distance between the first gate and the third gate equal. عايز دي ال shortest distance. لما يقول لي shortest distance يعني عايز ال displacement على طول، لان ال displacement هو shortest distance from the starting point to the ending point، ماشي كده؟ اقصر حاجه ممكن امشيها من الطريق هي تعتبر الايه؟ ال displacement. طيب فهو هنا عايز ال displacement. طب ايه علاقه ال displacement بده كله؟ هو مش دي كده تعتبر ار ودي تعتبر ار؟ اذا الشورتست ديستانس هنا تعتبر ايه؟ تعتبر 2 ار، ماشي كده؟ فانا لو جبت ار من هنا اعمل لها ملتبلاي باي 2 واجيب الشورتست ديستانس اللي هي ال 2 ار. طيب يعني دي كده يبقى 1 اوفر 2 ودي هتروح كده، يبقى كان بيقول لي هاف باي ار ايكوال 44. فانا لو عايز اجيب الار هقسم ال 44 over ال half باي، ماشي كده؟ forty four over 0.5
multiply by اللي هي 22 over 7 تديني، يبقى ال radius equal ايه؟ ال radius عندي وعليكم السلام، معايا درجة equal ولا 16. طيب المفروض ال 20 المفروض يبقى ممكن احنا كده حسبنا حاجة غلط. طيب هو قال لي quarter هي الار انا حسبتها غلط، لكن دلوقتي اهو يعني عملنا 44 over 1 over 2 اللي هي 0.5، عملت الباي حسبتها 3.14 فهتطلع الار ب 28.02. طبعا مش هحتاج ال 02 اللي هي 28 لان انا عندي هنا الرقم انتجر. طيب وبالتالي الار ايكوال 28، وبالتالي ال 2R اللي هي ال distance من هنا لهنا اللي هي ال displacement يعني equal ايه؟ هعمل 2 multiply ال 28 تديني 56، مفهوم كده؟ يبقى هتطلع عندي ايه؟ 56. يبقى الفكرة ان هو كان مديني radius. طيب the opposite figure shows the distance the time graph of a body moving in a circular path of a radius r in which point does the magnitude of the body's displacement equal to r. بالراحة كده هو برضو هنا بيتكلم على object بيتحرك على circumference بتاع circle، فال displacement equal to r. هو امتى بتبقى ال displacement equal to r؟ displacement بتبقى equal to r لما بيكون اتحرك half من السيركل، لان هو بيقول لي ان الراديوس بتاعت السيركل دي r. طيب فهو 2R يبقى لما اتحرك كده وكده يعني اهي، يبقى لما تبقى دي. طيب فهو بيقول لي في ويتش بارت هو اتحرك 2R، فانا عرفت 2R يبقى هو كده اتحرك الهاف من الايه؟ من السيركل. فهو عايز الديستانس عند ايه لما اتحرك الهاف من السيركل بس. طيب عرفت منين ان هو عايز الديستانس؟ اولا هو بيسأل ان ويتش بوينت the magnitude of the body displacement equal to r، والبوينت اللي عندي هي البوينت بتاعت الديستانس. طيب فهو بيسأل على ديستانس كده، يبقى هو بيسأل على ديستانس. طب عرفت مين؟ لأن هو قال لي إن ده ديستانس تايم. طيب وبعدين؟ وبعدين عرفت إن هو اتحرك الهاف من السيركمفيرنس. ليه عرفت إن اتحرك الهاف من السيركمفيرنس؟ عشان قال لي اتحرك تو ار. فكده كل اللي أنا عايزه هو الديستانس بتاعت الهاف من الريفوليوشن، يعني الديستانس بتاعت الهاف من الريفوليوشن تيجي من الريليشن دي اللي هي أدي كده. وهو قال لي ان ادي هاف و2 وباي، والار عندي هو قال لي بار مش حاططها باي فاليو، بالتالي هتروح دي مع دي تطلع في الاخر بباي ار اللي هي اللي هي الايه اللي هي البوينت بي. The displacement of the body when it reaches point D equals space. لما يوصل البوينت دي، طيب انا عرفت طبعا ان هي دي الهاف بتاعت الريفوليوشن ماشي كده، وبالتالي هي دي هي الايه ال complete revolution. طب هو شرط؟ مش شرط، لكن هو بيقول لي انه ال object ده بيتحرك على circumference، وقال لي ان ال relationship دي عبارة عن straight line. فطالما هي عبارة عن straight line يبقى كل الحاجات دي قد بعض ماشي كده. يعني لو هي دي تعتبر الهاف بتاعت revolution يبقى الباقية تعتبر الهاف التانية، وبالتالي هو هنا اتحرك الهاف، انا عرفت انه بيه هو اتحرك لغاية الهاف، وبالتالي دي هو اتحرك كل الايه revolution. فبيسأل عن مين؟ بيسأل عن displacement، فالdisplacement equal zero. طب لو كان بيسأل عن distance فالdistance هتبقى 2 by r، يعني 2 by r دي لو كان بيسأل عن distance، انما هو بيسأل عن ال displacement. طيب بعد كده a body rides his bicycle starting from point A and moves a distance of 45 او 4.55 كيلومتر. شوف علشان احنا نحل ديت لازم نرسمها. هو دلوقتي ركب البايسكل بتاعته وتحرك دي كده distance 4.55، رسمتها كده عشان هو بيقول لي to the east ماشي كده. بعد كده هو وصل هنا، ما بدأش من اخر رسمه، هو وصل خلاص هنا. طيب then he takes a circular path بدأ يتحرك which its center is the point A، يعني دي البوينت A لأن هو بيقول لي اتحرك من البوينت A ودي السنتر بتاعتها. وبعد كده بدأ يتحرك من هنا، he takes a circular path which its center its point A and he moves in clockwise direction، يعني اتحرك كده عكس الحركة بتاعت ال direction بتاعت الساعة ماشي، till he reaches the point B which is located directly south to the point A.
يبقى هو اتحرك كده، معلش، كلوك وايز مش انتي كلوك وايز، هو بيقول لك كلوك وايز يعني في اتجاه نفس الاتجاه بتاع الساعة. طيب المهم ان هو بدأ يتحرك كده لغاية ما وصل عند بوينت اللي هي البوينت بي، بيقول لي دايركتلي ساوز، يعني بالظبط في الساوز، يعني تحت كده، اصل احنا بنعمل الدايركشنز كده، فدي ايست ودي ويست ودي نورث ودي ساوز، ماشي كده. طيب فلو نلاحظ هو في الاول اتحرك اهو من هنا ناحية الايست، بعد كده بدأ يتحرك هنا لغاية ما وصل عند بوينت بالظبط في الساوز، دايركتلي في الساوز، ماشي كده. طيب يبقى البوينت بي اهي. After that he moves a distance of 1.8 كيلومتر to north. north اللي هو كده لفوق، وبالتالي اتحرك اهو 1.8 كيلومتر. طب ليه مش كملتها لغاية الآخر؟ لأن بصوا دي أصلا 4.55، إذا 1.8 مش هتكمل للآخر لأن دي صغيرة، دي 1.8 دي 4.55. طيب till he reaches point C then the displacement، خلاص هيسأل بقى عايز ال displacement of the body from the point A equal. طيب عايز ال displacement من ال point A. طيب ما هي الديسبيسمنت هي الشورتست ستريت لاين من الستارتنج بوينت والاندنج بوينت، فادي الستارتنج بوينت اللي بدأ ده وادي الاندنج بوينت، وبالتالي هي دي الديسبيسمنت. طيب اجيبها ازاي؟ طيب مش هي دي سيركل ودي كده قد دي، فلما دي تبقى 4.55 هتبقى دي هي كمان 4.55، وبالتالي انا عندي دي 4.55 يبقى دي كلها كده 4.55 كلها، وانا عندي 1.8 يبقى دي قد ايه؟ انا عندي دي كلها 4.55 ودي 1.8، فاطرح دي من دي علشان تطلع لي دي، يبقى 4.55 ماينس 1.8 الاثنين بالكيلومتر نتاكد، ماشي، تطلع 2.75، يبقى 2.75 في الدايركشن بتاع الايه بتاع الاي سي، يبقى هي دي زي ما معموله. طيب ذا توتال ديستانس كفرد باي ذا بادي ايكوال، التوتال ديستانس ارسمها تاني عشان نجيب التوتال ديستانس. طيب عشان نحسب التوتال ديستانس دي ودي سهلين، ليه دي ودي سهلين؟ لان خلاص دي 4.55 ودي 1.8، المشكله عندي في ايه؟ المشكله عندي في دي الديستانس دي. طيب مش هي مش مشكله ولا حاجه، هو من هنا لهنا قد ايه؟ مش كنا مثلا لما نقول لما يتحرك من هنا لهنا يبقى اتحرك الكوارتر، فهو من هنا لهنا هو اتحرك الكوارتر، فلو عايز اجيب الديستانس اجيب الديستانس خلال كوارتر. وقال لي الار بكام؟ الار عندي، طيب الار انا مش عارف عندي بكام، ما قاليش، بس ما هي مش هي دي نفسها الار، دي الراديوس، لان الراديوس هي من هنا لهنا، يبقى 4 فين احنا؟ 4.55، ماشي كده. هجيب دي وبعدين اجمع التلاتة مع بعض، فور بوينت فيفتي فايف، ماشي كده. انسر بلس 4.55 بلس 1.8 تديني 13.8 13.5. انا جبت دي لوحدها الاول اهي، بعد كده جمعتها على دي يبقى 13.5. اخر حاجه عندي، طيب If a body moves as the path shown in the opposite figure, so the distance covered by the body and the magnitude of the displacement. خلينا نقول في الديستانس h step he moved 1 meter plus 3 plus 3 تديني 7، يعني مثلا دي بس مش هتنفع، ينفع ده كله 7 meter for the distance. عايز بقى الديسبيسمنت. طيب الديسبيسمنت زي ما هو زميلت كامله من starting point لل ending point، فهتبقى هي دي، ماشي. طيب اتخيلوا كده، اتخيلوا دايما ان انا علشان في الرسومات اللي بالشكل ده كده اللي بتكملوها دي وتوصلوها انك تعملوا تريانجل، ماشي كده. طيب انا من دي وده كده اعمل تريانجل ازاي؟ اعمل تريانجل ازاي؟ اعمل تريانجل ان اعمل كده، يعني انا عشان اكمل الشكل ده تريانجل عندي حلين، عندي اما كده، وبعد ما اخلص الاولاني هقول لكم التاني ممكن ازاي، ان انا اعتبر ده كده اهو واعتبر ده واحد كده، اكمله لغايه هنا لغايه ما اوصل هنا علشان اعرف اوصل الاثنين دول ببعض، مفهوم كده؟ يبقى اللي عملته ان انا كملت ده بحس قدام ده اهو، عشان اعرف ايه؟ عشان اعرف اوصل للستارتنج بوينت بده، فبقى عندي في تريانجل اهو اللي انتوا شايفينه ده، اللي هو ده كده اللي انا عامله بالماركر اهو او بالانك يعني، ماشي كده. طيب
بقت سهله. ليه بقت سهله؟ لان انا لو معايا ده ومعايا ده بفيثاغورس اجيبها في ثانيه. طيب ازاي؟ لان طيب دي 3 ماشي كده، طيب دي بكام؟ انا مش عارف دي بكام. طب ما تبص قدامها اهي، قدامها عندي دي ب 1 متر صح كده، اذا دي زيها 1 متر. طيب طب دي بكام؟ انا مش عارف دي بكام. ما نبص قدامها، دي ب 3 متر اهي كلها، اذا دي هي كمان بايه؟ ب 3 متر. اذا انا بقى عندي تريانجل في الاخر بالشكل ده، 4 متر وانا عندي 3 متر وعايز ده، ففيثاغورس هيطلع 3 سكويرد بلس 4 سكويرد، هيطلع في الاخر سكوير روت لل 25 اللي هو هتطلع في الاخر ايه؟ 5 ماشي كده؟ يعني دي هتطلع ب 5 اللي هي الديسبيسمنت. طيب ادي طريقه. الطريقه الثانيه بنعمل تريانجل تاني، خلاص الغوا بقى ده خالص، الغوا ده، بس بصوا كده لده، انا عايز اعمل تريانجل تاني من ده. فالتريانجل تاني من ده انا محتاج حاجه هنا كده اهو، ومحتاج حاجه هنا كمان بالشكل ده كده. بصوا بقى على التريانجل ده، يعني انا هعمل كده اهو عشان اعمله بالماركر الاحمر، اهو بقى تريانجل تاني اهو، مالكوش دعوه بده خالص. طيب انا عاوز ده اللي هي الديسبيسمنت، طب دي بكام؟ ابص قدامها هلاقي دي ب 3 صح، لان اهي دي ب 3 لان اللي قدامها ب 3. طب ودي بكام؟ دي 1. ودي بكام؟ ما اعرفش. طب ابص قدامها الاقي دي ب 3. اذا بقى عندي تريانجل تاني بالشكل ده كده، في 4 و 3 وفي اللي انا عايزه اللي هو كام؟ اللي هو هجيبه في الاخر ب 5. يبقى عندي طريقتين ممكن اعمل بيها. دايما في البروبلمز دي فكروا انك تكملوها لتريانجل، تكملوا الشكل للتريانجل ماشي كده، الديسبيسمنت اللي عندكم تكملوا الشكل بتاع التريانجل وتجيبوه تبقى ب 5. في الفيديو اللي جاي ان شاء الله هنبدا في الريبريزنتيشن اوف فيكتور، ريبريزنتيشن اوف فيكتور كوانتيتيز، لغايه ما ان شاء الله يعني الوقت يكفي ليها. توفيق ان شاء الله. السلام عليكم.